ها يا نجم طمني، قعدت مع ليلى وفهمتها ولا ايه؟ وانت مال اهلك؟ انت هتعمل صاحبي هتاخده وتدي معاه في الكلام؟ وانت نزلتني ليه؟ عشان معيش فلوس اقعد على القهوه. لا خلي بالك اخوك مقشفر اليومين دول كده. ديبالا هات لي قهوه ديبالا على حساب الاستاذ بالزاوي. طب مش هتقولي برضه ايه اللي حصل مع ليلى؟ ما حصلش حاجه اصلا، انا وليلى ما اتكلمناش مع بعض، ما عرفتش اقابلها. ليه؟ وحتى لو عرفت اقابلها كنت هقول لها ايه؟ قول لها اقعدي. ليه؟ وعشان تستنى ايه؟ انت عارف ايه مشكلتك يا نجم؟ ان انت معكش فلوس. انت كل شويه هتزلني بالفلوس اللي انا واخدها منك، ما قلت لك هتدوم لك على الجزمه القديمه فيها بالزاوي. انا ما اقصدش كده يا فنان، انا قصدي يعني يا نجم ان انت يعني لو معاك فلوس كان زمانك انت والست ليلى متجوزين. كان زماننا متجوزين، وما تقدرش تسافر من غيري. عندك حق، الحل في الفلوس. ومناسبة الفلوس كفاية طلبات، لأن أخوك فعلا معهوش فلوس. يبقى كده؟ ديبالا عايز فخفخينة بالآيس كريم بالعسل بالمكسرات بالنوتيلا. بالله عليك كفاية كده.